السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات. اليوم معنا جهاز من شركة كيزي موديل AZ09، هو محول بلوتوث داك أند أمب لسماعات الآي إمز. استعرض معكم العلبة، هذا شكل المنتج. من الخلف بعض المواصفات التقنية راح أذكرها لكم إن شاء الله بشكل مفصل. يجي معاه الكيس، وصلت USB Type A إلى Type C، وهذا المحول نفسه. مواصفات المنتج: البلوتوث اللي فيه 5.2، هو أحدث بلوتوث نزل، وللأسف ما وضحوا نوع أو موديل شريحة البلوتوث المستخدمينها في الجهاز. والجهاز يجي بنوعين كونكتر، طبعا تقريبا متشابهة وغير قابلة للتغيير مثل كونكترات جهاز TRN اللي سبق وسويت لها ريفيو. الكونكترات اللي تجي على الجهاز هذا اللي هي توبين 0.75 و0.78، ولكن الكونكتر من النوع المغطى، وللأسف محدودة السماعات اللي تستخدمه. عشان أوضح لكم بس مقصدي من كلمة المغطى، هذا هو عليه طبقة بلاستيك مغطيته. حيث أنك تحتاج السماعة اللي بتشغلها عليه، تحتاج انها يكون زي كذا الكونكتر حقها. الكونكتر صراحة جدا جدا ثابت، مستحيل ينفصل او تطيح السماعة منه. طبعا يجي مع كيس للشحن، حجم بطاريته 800 ملي، يشحن المحول نفسه من 8 إلى 10 مرات. بالنسبة لمدة الاستخدام في المحول 6 ساعات لكل دورة شحن. سعة بطارية المحول 50 ملي، وأيضا للأسف الشركة ما حددت كم الطاقة اللي يقدر يطلعها للسماعة. الجهاز بناء على كلام الشركة فيه تقنية عزل الضوضاء، مع أني ما حسيت أنها موجودة، وللأسف بعد فقط يحتوي على مايك واحد في كل جهة. بناء على سعر الصراحة يعني $22، يعني راح أعذرهم على قصة نقص المواصفات فيه. على كلام الشركة أن الجهاز مقاوم للماء والتعرق، لكن بدون أي معيار رسمي اللي هو IPX. في زر واحد في كل اتجاه للتشغيل الجهاز وإغلاقه، التشغيل والإيقاف عند الاستماع، الإجابة وإغلاق المكالمات، تجاوز الملف الصوتي عند الاستماع والعودة للملف السابق، وأيضا فيه خدمة المساعد الشخصي، يعني راح يفعل لك سيري. وأيضا مع العلم أنه إذا كنت حاط الجهاز في الكيس وفتحته مباشرة راح يبتدي يقترن بجهازك. بالنسبة للتصميم صراحة جميل وصغير، صغير يعني بشكل ما راح أحد يشوفه إذا لبسته، يعني ما هو واضح أبدا. الهوك هذا اللي هو على الأذن مرن، بس إنه ما تقدر تعدل وضعيته واحدة.
وللأسف أنا السماعات اللي عندي ما قبل ما في إلا سماعة واحدة اللي قبلت الكونكتر هذا اللي هي KZ ZSX. مع العلم أن السماعات بيلون 01 و 03 كلها نفس الكونكتر، لكنها غير متوفرة عندي في الوقت الحالي. تقييمي للصوت في الجهاز تأثيره واضح على الصوت بالنسبة لي، على الأقل بالنسبة لي، والسبب كودك AAC قلت جودة الصوت فيه وارتفع البيس بشكل بسيط، وفي نفس الحال نزلت جودته بشكل واضح جدا. المايكرو ديتيلز صار صعب جدا اني اسمعها، والجودة انعدمت فيها تقريبا. ممكن الناس اللي تستخدم سماعات الوايرلس ما راح يوضح لهم، لان اغلب السماعات الوايرلس شغالها على الكودك هذا. الجهاز تقريبا الشركة موجهته لمستخدمي الايفون او نظام iOS عموما، لان اجهزتهم ما تشتغل على كودك AAC فقط. ممكن ايضا تجربتهم تكون افضل من تجربتي على الاندرويد. من الاشياء اللي عجبتني في الجهاز قوة اتصال بلوتوث فيه، صراحة قوي جدا، وصل معي تقريبا الى 15 متر يعني بدون حواجز، وما لاحظت اي تأخير في الصوت مع انه يستخدم كودك AAC. الجهاز خفيف جدا يعني ما تدري عنه، وللعلم فقط وزنها 4 جرام للقطعة الواحدة. ومن أجمل الأشياء اللي حاطينها مكان للسماعة، بحيث أنك حبيت تشحنها ما يحتاج تشيل السماعة منه مثل جهاز TRN. وحاطين لك أيضا سفنج بداخل العلبة بحيث أنه يكون كنوع من الحماية لها، صراحة شيء ممتاز. أيضا حاطين مؤشر LED ينبهك بأنه يحتاج شحن أو أثناء الشحن. الاتصال جدا قوي بحيث أنه ما تأثر من الأجهزة اللي عندي اللي تبث الإشارة في المكان اللي أنا فيه مع أنها كثيرة. الكونكتر ثابت لأبعد درجة، مستحيل ينفصل. النواقص أو العيوب اللي أشوفها في الجهاز، الجهاز ما له التطبيق على الهواتف، وصراحة ما أعتبرها عيب يعني $20 ما راح أحتاج تطبيق، يكفيني سعره. ما تقدر تتحكم بالصوت من الأزرار، فقط عن طريق المصدر اللي تشغل عليه سواء جوال أو كمبيوتر. مثل ما ذكرت الشركة تقول فيه إلغاء ضوضاء، ما حسيت أنها موجودة نهائيا. النويز فلور أو الهيسينج مسموع فيه لكنها أخف من جهاز TRN. تسمع طبعا بشكل واضح قبل لا يشتغل ملف الصوتي أو إذا توقف. الطاقة اللي طلعها الجهاز تحس أنها ضعيفة نوعا ما، يمكن هذا السبب أن الصوت تأثر عندي بشكل أكثر مما توقعت، لأن السماعة اللي وصلتها بالجهاز مقاومتها 24 أوم تعتبر كثير شوي عليه. طبعا الشركة ما وضحت كم الطاقة اللي طلعها الجهاز، والجهاز يجي بمايك واحد مثل ما ذكرت. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم مقارنة بتفاصيل شاملة للأجهزة الثلاثة المتوفرة عندي، اللي هي فيو UTWS3 وTRN BT20S برو وجهاز KZ09. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أكون قدمت محتوى يحوز على رضاكم واستحسانكم. تقبلوا خالص التحية، أخوكم نايف.